السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة الإبداع للشروحات المحاسبية، معكم أحمد علي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة من الحاجات المهمة في شغل البنوك، وتعتبر من أهم الأسئلة اللي ممكن تتسألها في التكنيكال برضو، وهي إيه الفرق ما بين الحساب الجاري وحساب التوفير؟ هنتكلم عن الحساب الجاري أول حاجة، تمام؟ فياريت الناس تبدأ تركز معنا. الحساب الجاري طبعا هو حساب مصرفي، طبعا بيكون لك فيه فلوس عادي خالص، تحط فيه فلوس، بتسمح لك إن تحط فيه فلوس وتتعامل عليه معاملات سريعة. يعني ممكن إيه تفتح حساب وتورط فيه الصبح مبلغ وتبعت مثلا شيك او امر دفع مثلا بعد ساعتين يبدا يصرف. طبعا الحساب ممكن يفتح لاكثر من شخص، يعني الشخص الطبيعي والاعتباري، الطبيعي اللي هو حضرتك اللي قاعد بتسمع، والاعتباري اللي هي شركه او محل بس ليه سجل تجاري، الحاجات ديت يعني ليه ورق بمعنى صح عند الحكومه. الورق مثلا عشان الناس برضه تبقى عارفه، برضه اول حاجه يبقى ليك ملف ضريبي، تاني حاجه يكون ليك مقيد نفسك في الغرفه التجاريه او في الغرفه الصناعيه، ويكون ليك سجل تجاري للمنشاه اللي هو بمعنى صح الرقم القومي للمنشاه. ده الحساب ده ممكن تتعامل عليه بالعملتين المحليه والاجنبيه، طبعا بيكون ممكن تعامل من خلال فروع تسحب او دفتر شيكات، او تعامل عليه من خلال الفاكس. طبعا بيطلع لك ليه دفتر شيكات، ونركز ان الحساب الجاري لا يمكن الاقتراض بضمانه. الحساب الجاري لا يمكن الاقتراض بضمان الحساب الجاري. طيب حساب التوفير، حساب التوفير ده بمعنى صح الودائع والشهادات. طبعا وحساب بيكون طويل اجل، حضرتك بتتفق مع البنك على مده معينه ويبدا يحسب لك الفايده على حساب على فتره الاتفاق. طبعا بيتفتح للاشخاص الطبيعيين عادي خالص، وممكن تقترض بضمانه ويطلع لك بيه بطاقه ائتمانيه وتقترض بيه ضمانه. البطاقه الائتمانيه اللي احنا قلنا يعني اللي هي 55 يوم، الناس تشوف الفيديو اللي قبل كده، ده الفرق ما بين بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم. ممكن تقترض بضمانه، بس طبعا مد الاقتراض 80% من قيمة الشهادة. الناس تركز، الاقتراض ب 80% من قيمة الشهادة، لأن ال 80% دول موجودين عند البنك، لكن ال 20% التانيين دول راحوا في الاحتياطي عند البنك المركزي. طبعا ما بيطلعلكش دفتر شيكات، لأن ده حساب مغلق، حساب مغلق. نحط فوكس كده على كلمة مغلق. دفتر الشيكات ما بيطلعلكش دفتر شيكات لحساب التوفير. ناس تركز، حساب الجاري بيطلع له دفتر توفير، الحساب الجاري بيطلع له دفتر توفير بس ما يقدرش ياخد بطاقة ائتمان. طيب حساب التوفير، وبرضه هناك فوق برضه عايزين نبدأ نفرق كده عشان نبقى ايه ما بين حساب الجاري وحساب التوفير. الحساب الجاري نربط بقى بالعمليات اللي قلناها. الحساب الجاري ما يطلعلوش يطلع له دفتر شيكات بس ما يقدرش ياخد قرض بضمان الحساب، بضمان الفلوس، تمام، وما يتحسبلوش فايده كمان. طيب حساب التوفير، حساب التوفير ما يطلعلوش دفتر شيكات بس يقدر يقترض بضمانه وما يطلعلوش دفتر شيكات. وبكده اعتقد نكون انتهينا من الحساب الجاري وحساب التوفير، وياريت الناس تشترك في القناة عشان يصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.